السلام عليكم. قبل ما تحاول تشري من AliExpress ولا من اي موقع اجنبي، ضروري خصك تعرف هاد المعلومات باش ما تقولش وباش تشري المنتوج باقل ثمن وباحسن جوده. وباش تفهم اكثر تبع معايا الفيديو حتى الاخير، حتجيب لك شي معلومات اللي مفيده ومنقع الخبيه. فكيف كنعرفوا كاملين، AliExpress فيه بزاف ديال المنتوجات معروضه لبزاف ديال البائعين، يعني كاينين نفس المنتوجات وباثمنه مختلفه. واليوم الدور ديالنا في هذا الفيديو هو نوريو كيفاش تقدر تختار المنتوج الاقل ثمن وكذلك الاحسن جوده. اذا اول حاجه غنديروها هي غنمشيو للموقع ديال AliExpress اللي الواجهه ديالو كيف كتشوفوا امامكم، ثم غنختاروا مثلا شي منتوج لنفترض سماعات لينوفو LP40، ثم غنديروا بحث. اذا هنا الموقع غيطلع ليا جميع السماعات لينوفو LP40 وكذلك المنتوجات الاخرى اللي تابعه لشركه لينوفو. وباش نبقى نقلب هاد المنتوجات بواحد بواحد غتجيني صعيبه شي شويه، اذا اش غندير؟ غادي نتبع هاد الخطوات اللي امامكم. هنا كيف كتلاحظوا معايا مجموعه نتاع الخانات اللي شحال من واحد ما كيردش لهم الباب، لكن هنا غادي نرد لهم انا الباب. فبالنسبه لهنا البرايس هو الثمن، كنختار مثلا اقل ثمن بغيتي به هذا المنتوج واكبر ثمن اللي ما يفوتوش الثمن ديال هذا المنتوج. هذه ما كنقيسهاش. كنجي لهنا شيب فروم، يعني منين بغيتي هذا المنتوج. هنا هذه الخانه راه زوينه بزاف لان هادو هما الوير هاوس او كيقولوا بالعربيه مكان التخزين ديال هاد السلع اولا منين كيجيو. فإلا بغيتي السلع مثلا الالكترونيات دائما كنختاروا شينا. بالنسبه للناس اللي كيختاروا الملابس، حاولوا خوتي تختاروا تركيا لان فيها منتوجات زوينين بالنسبه للملابس. اذا هنا غادي نخليو هاد الخانات كاملين وغنجيو لهذا الشيء اللي غيهمنا، هو فري شيبين، يعني الشحن مجاني. هنا غيطلعوا لي جميع المنتوجات اللي الثمن ديالهم مجاني، الشحن ديالهم مجاني. ثم ثاني خطوه اللي غادي نقوم بها هي غنختار الافضل تقييم. ملي كنختاروا هذه الخانه كذلك كيطلعوا لي جميع المنتوجات اللي فري شيبين وكذلك اللي عليهم تقييمات ايجابيه، وهاد التقييمات الايجابيه هما اللي كيعطوني الخدمه نتاع البائع، لانه كاين بعض الباعه سمحهم الله اللي كيديروا الخشونه، اما كيعطل عليك المنتوج كيصيفطوا لك بشي للمغاير اولا شي تقييم تيكون واخده سلبي، اذا ما غاديش نتعامل معاه. اولا كيكون المنتوج مثلا فيه شي مشكل نتاع المصنع، وبالتالي تنختاروا حنا هادي باش نيفيتيو هذا المشكل. وهنا كيكونوا عندي هاد السلاسل اللي طالعين ليا كاملين فري شيبين وكذلك بجوده عاليه. اذا انا اش كندير؟ فكنحاول نشوف دائما هاد السطر الاول والسطر الثاني لانهم هما اللي كيكون فيهم المنتوجات الافضل. غادي نحاول نختار مثلا هاد الاختيار، نحاول نختار هاد اللون الاسود. اذا هادو الثمن ديالهم هو 90 درهم، وهذا هو افضل ثمن لهاد السماعات. وبما اننا دخلنا لهاد المنتوج، فاللي بغى هاد المنتوج هذا غنخلي لكم الرابط ديالو في الوصف ديال هاد الفيديو. فهاد السماعات تقريبا خدام بهم اكثر من عام ونص، يعني جوده رائعه وكذلك الصوت تمشي مع لي جو، يعني ما تسبقش الصوت الصوره. لكن المشكل الوحيد اللي لقيت فيهم هو بالنسبه للناس اللي كيحاولوا يهضروا بهاد السماعات، فلي زابيل كيكون فيهم الصوت شي شويه ناقص، هذا هو المشكل الوحيد اللي فيهم. لكن غير ذلك فراه سماعات واعرين بزاف، كيجيو كومباتيبل مع الودنين وكذلك كيجيو بلا جلدات، لانه كاين بعض الناس اللي كيسببوا لهم هذوك الجلدات مشكل، وانا منهم. وكنصيحه مني الاصدقاء اللي كيستعملوا السماعات نتاع الجلده، فحاولوا تحافظوا على ودناتكم، فراه هاد السماعات اللي كيكونوا فيهم الجلده في الراس هنايا فراه كيكونوا خايبين، لانهم كيسببوا بزاف ديال الامراض للودنين لا قدر الله. اما هاد السماعات اللي كيكون بحال هكا فراه كيكون الصوت كيدخل وكيخرج، يعني ودنك كيبقاو مزيانين، لكن في الحد المسموح به، يعني في جميع الحالات ما تطولوش بهاد السماعات. اذا هذه هي الطريقه الاولى اخوتي باش نعرفوا الارخص ثمن بالنسبه لهاد المنتوجات. دابا بغيت مثلا ناخذ انا هاد المنتوج، لكن بغيت نعرف كيفاش كيجي الباكاجين ديالو، يعني العلبه ديالو اللي كيجي فيها كيف دايره، وكذلك بغيت نعرف الجوده ديال هاد السماعات انطلاقا من الناس اللي شراوهم. اذا الخطوه الثانيه باش نعرفوا جوده هذا المنتوج، غادي ننزل اول حاجه كنديرها كنمشي للوصف كنشوف كل شيء
عندي هنا في الوصف الكاليتي ديالهم، كذلك كنشوف كيفاش كيتشارجاو، طريقة نتاع الشارج، كنشوف المعالج اللي فيهم، يعني جميع المعلومات على هاد السماعات كتلقاهم هنا. اذا لاحظوا معايا هنا، هذه الصوره كتلخص كل شيء. البلوتوث كيتكونيكتاو بلوتوث 5، اذا مجموعه من المعلومات يعني كيدوموا اكثر. بالنسبه للناس اللي غيسولوا على شحال كيدوموا، بالنسبه الى تصنتي لهم مباشره فرا تقريبا 4 ديال السوايع كياخذوا لك، لكن الا كنتي كتقطع يعني كتفرج فيديو ولا كتصنت لشي فيديو كتعاود ثاني تحبسهم وتردهم، يعني يقدروا يديو لك حتى 10 ايام تقريبا. انا هادشي علاش كنشارجيهم 10 ايام 15 يوم. والجميل فيهم هو ان العلبه ديالهم كتقدر تشارجي بهم هاد السماعات اكثر من 4 ديال المرات، ومده نتاع الشارج الا درتيتهم من البواطه تقريبا نص ساعه. اذا خوتي هنا مثلا شفت الوصف بان ليا كلشي هو هذاك، لكن باش نزيد نتاكد ونعرف كيف دايرين في الريال يعني في الواقع، كنجي هنا وكنشوف الريفيو اللي دايرين الناس اللي خداو هذا المنتوج. لاحظوا معايا اخوتي، بزاف ديال الناس عطاوه 5/5، يعني سماعات رائعين. في بعض الحالات مثلا هذا تبعوا منه بزاف، اذا غادي يلقاو عليه بزاف ديال التقييمات. هذا علاش ما لقيناش الصور، لانه فقط 140 واحد اللي شراو، ولكن مع ذلك عنده 5 ديال ستار، يعني 5 ديال النجمات. مثلا نشوفوا هذا المنتوج هنا، غادي نجي كذلك المشترين ونختاروا مثلا الناس اللي حطوا التصاور. اذا هنا هذا السيد عطى 5/5، وهنا كيقول التقييم ديالو، وهنا الباكاجين هكا غادي يوصلك الى تقديتي من هذا السيت، هكذا العلبه ديالهم. اذا انا دائما كنفضل ندير هذه الخطوه هذه، حيت كنعرف فعلا هذا المنتوج كيفاش غادي يوصلني. ففي بعض الحالات كاينين السماعات اللي كتشوفهم في الموقع صغار، ولكن فاش كيوصلك في الواقع كتلقاهم كبار بزاف وكتصدم. لذلك كنفضل دائما نشوف هاد الصور. لاحظوا معايا اخوتي، اذا هكا غادي يجيو في الاثنين، والا بغيتي كاع انت تسرعها مزيان كتجي وكتقلب على الريفيوز اللي حاطينو المغاربه. وعلاش كنقول المغاربه؟ حيت المغاربه كتكون حتى تيقول لك حتى المده فاش وصلهم هذا المنتوج، يعني الا كنتي انت زربان به ولا شي حاجه كتشوف المغاربه اللي خداو في شحال وصلوا. يعني كتبقى تقلب هنايا في هذه الصفحات تتطلع على شي مغربي، غالبا كيقول لك لقيتها فاش وصلوا المغرب. اذا هذه هي الخطوه الثانيه اللي كنصحكم بها اخوتي قبل ما تشريو اي منتوج، ديروها باش تعرفوا كيفاش غادي يوصلكم في الحقيقه المنتوج اللي خديتو. وقبل ما ننسى الفيديو، بالنسبه للاصدقاء اللي مهتمين بالشراء من علي اكسبريس، فراني ديال مجموعه في تيليجرام ومجموعه في فيسبوك والواتساب كذلك، كنديروا فيها جميع العروض والهوتات والتخفيضات اللي تكونوا على هذه المنتوجات. فما عليك سوى تلتحق بنا التليجرام، اي منتوج عجبك وعجبك الثمن ديالو دخل مباشره وشري، لانني كنحاول نشوف المنتوجات الارخص واللي الجوده ديالهم زوينه، وبالتالي كنقص عليك هذه الخدمه كامله. ما عليك سوى تلتحق، غتلقى في الوصف نتاع هذا الفيديو الروابط ديال المجموعات. وكذلك بالنسبة لهاد المنتوج هذا، إلا بغيتي غنخلي لكم الرابط ديالو في وصف هذا الفيديو كذلك. وصلنا خوتي لنهاية الفيديو، إلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي جيم بارطاجيوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال. إلا كنت خويا أختي هذه أول زيارة للقناة، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول.